عمر صغير سي ان جون اونتربرونور اللي دخل للديار المغربيه في 2016 وحاول يبدا حياته من الصفر حيت كانت عندي واحد الدخول اضطراري زعما سيتي نونتخي اون اورجونس كانت الوالده ديالي مريضه جاها الزهايمر صافي ودخلت مستعجل بديت حياتي في 2016 في المغرب حاولت ديفيرسيفي في بلوزيغ اكسبيريونس حتى وصلنا لهاد الاكسبيريونس ديال صالون الحلاقه وواحد لاكارافان امبيلون كنسافر بزاف ما بين كندا وامريكا كنت كنشوف هاد الافكار ديجا كانت محطوطه في ارض الواقع تما وكانت بواحد النظام داكشي تبارك الله كان زوين ياك ودونك فاش جيت هنايا ودخلت المغرب وهادي ومن بعد ابخي بلوزيغ اكسبيريونس كيما قلت لك توتالير كنت في واحد المنطقه اللي كثافه السكانيه كثيره وما كاينش فيها حتى شي حلاق وكنلقى هاد المشاكل مع الدراري كنشوف الدراري الصغار كيتعذبوا باش يحسنوا الرجال الكبار مع هاد الكوفيد انا كبدايه بديت فيها جاتني كومبليتمون ديفيرونت على الصالون علاش حيت الصالون بان كياخذ رونديفو كيجي عندك حتى المحل كيحسن كياخذ السيرفيس ديالو كيمشي في حاله هنا راه سي توتا في العكس حنا كنديبلاصو عند الكليان ودي فوا خصك تجمع لي رونديفو مع ليتينيغير صافي دير الرونديفو مع الطريق اللي عندك هاد الكليان غيدوز مورا هذا مورا هذا ما كتبقاش تعطي اسبقيه لابيل نو سيتي اون باسيون من الصغر كان زعما كنت كنمشي عند الكوافير كنحاول نجبد كاع لي ديفو ديال الكوافير هادي لي سيرفيس زعما اوتون كو نعطي لي سيرفيس الناس سي زعما سي اون باسيون ديالي اليوم جينا عندنا اول كليان الكارافان كيف كتشوفوا دايروا لو سوان دو فيزاج ديروا لنا لابليكاسيون دابا خلوا واحد 30 مينوت فاش بدينا المحل كان محل مختص 100% رجالي ولكن اون فوا الكارافان تحطت ارضيه الواقع فضلنا ان كما قلت لك قبيله غادي تحطوا واحد 12 وحده اللي غيتوزعوا على ارضيه الوطن وغادي يكون فيهم خدمات متنوعه بحال هاد صافي ديفيرون سيرفيس وحده غيكونوا للرجال وحده للعيالات وحده سبيسيال ميك اب ارتست وواحد اخرين اللي غادي يجيو ثاني سبيسيال ماساج حاولنا نتفرعوا حيت لقينا بلي هاد لو سيرفيس ا دوميسيل الناس لقاو عليه الاقبال دونك حاولنا حنا نوفروا لهم جميع الخدمات بوسيبل صراحه لي سيرفيس اللي جربتهم انايا وعجبوني هما سوان دي فيزاج ومانيكور وبيديكور صراحه هادو تو بوغ لا كارافان اللي غنتخصصوا عليها حيت اللي كنطوروا فيها دابا حاليا كما قلت لك مستوده واحد 12 وحده اللي جايه دابا اللي جايه من ليترونجي دوكو هادو كنوزعوا على ارضيه الوطن غتكون مفرقه زعما من كازا كنقول لك حتى القرقارات بوكوا با